أرحب في هذه الجولة بمراسلي إكسترا نيوز ساريا ياسين وأيضا كريم رجب. وإذا سمحتم لي أن أبدأ مع ساريا ياسين، حيث افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم فعاليات المؤتمر 17 للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والتعليم، التحديات والرهانات. للمزيد عن هذا المؤتمر تنضم إلينا الآن الزميلة ساريا ياسين مراسلة إكسترا نيوز. ساريا، أرحب بك. نعم نانسي، شكرا جزيلا. بالفعل كما ذكرتي أنا موجودة الآن من اليوم الأول وانطلاقة المؤتمر 17 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي. عدد كبير من الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي متواجدون في هذا المؤتمر والمستمر من اليوم وحتى يوم غد. يعني هناك عدد كبير من الجلسات المستمرة في هذا الاجتماع على مدار اليومين. ينطلق هذا المؤتمر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي تحديدا عنوان هذا المؤتمر لهذا العام أهمية خاصة تحديدا في مجال التعليم في مصر وبشكل عام في سياسة الدولة، وهو العنوان الذي يضعه المؤتمر هذا العام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، التحديات والرهانات على الذكاء الاصطناعي. في عدد من الجلسات التي تبدأ اليوم ب الخبراء في مجال التعليم والبحث العلمي، يتحدث هؤلاء الخبراء عن عدد من او في عدد من الجلسات في دراسات او عن دراسات تخص الذكاء الاصطناعي وامكانيه تطبيقه بشكل اكبر في التعليم العالي وفي مجالات البحث العلمي، وما هي سياسات هذه الدول او الدول العربيه في تطبيق الذكاء الاصطناعي. هناك ايضا احدى هذه الجلسات التي تتحدث عن سياسات البحث العلمي في الدول العربية والأخلاقيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي لوضع قواعد ووضع قوانين لضبط الذكاء الاصطناعي تحديدا مع دخول الثورة الرابعة أو الثورة الصناعية الرابعة في العالم. أيضا سيكون هناك عرض لوثيقتين لمنظمة الألكسو وهي منظمة التربية والثقافة والعلوم، والتي يتواجد طبعا في هذا المؤتمر رئيس المنظمة محمد ولد أو بن أعمر، وهو اليوم التقى مع عدد من وزراء التعليم العالي مع رئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحدثوا مع رئيس عبد الفتاح السيسي عن مستقبل التعليم العالي في العالم العربي ورؤى هؤلاء الوزراء أو رؤى الوزراء والدول العربية لتطبيقه، وطبعا تبادل الخبرات بين الدول العربية لربما الوصول والرقي بمستوى البحث العلمي والتعليم العالي وتحديدا إدخال وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي. وثقتي الألكسو التي سيتم الحديث عنها اليوم في المؤتمر في اليوم الأول ستتحدث عن الإطار العام للبحث العلمي في عدد من المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وسيكون هناك حديث أيضا عن التصنيف العربي أو التصنيف العالمي عفوا للجامعات العربية في العالم وكيفية الرقي بهذه الاجتماعات. هذا العنوان أو عنوان هذا المؤتمر يعني كان قد أوصى به الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل بأهمية التركيز على موضوع الذكاء الاصطناعي، وأيضا منذ عامين كان من إحدى توصيات المؤتمر 16 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي طبعا في الوطن العربي وفي الدول العربية. يستمر الاجتماع حتى يوم غد. يعني رأينا اليوم كلمة أو استمعنا لكلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار في مصر، وأيضا رئيس منظمة الألكسو وفي بداية طبعا المؤتمر، ورأينا أيضا تكريم عدد من الدول وافتتاح أيضا هذا المعرض الذي ينعقد على هامش المؤتمر وهو يضم عدد من الجامعات المصرية وعدد أيضا من الشركات التكنولوجية في مصر.